سيف مساوي مساوي كاريكا يوسف محمد كرة عرضية من جانب يوسف محمد توماس هيرنان توماس يبعدها إيكانجا ومعه باتي استخلصها إيكانجا بصورة ممتازة لسادومبا وين الفزعة وين المساندة لسادومبا فزعته هي مهارته الفردية دواردو سادومبا يتقدم أمامنا مرور ممتاز من جانب سادومبا يلعب لإيكانجا إيكانجا بتمريرة على حدود منطقة الجزاء لمدثر كاريكا تمريرة من جانب كاريكا بصورة ممتازة سادومبا مرور سادومبا بعرضية من سادومبا واللمسة الأمامية يا سلام أيوه كذا يا شباب أيوه كذا يا شباب كرة ممتازة ولكن راية التسلل تبطل فرحة نزار حامد راية التسلل تبطل فرحة نزار حامد شايفين بمجرد أن اقترب خط الوسط من المهاجمين واقترب اللاعب من بعضهم البعض وبدأوا يمرر الكرات جاءت الفرصة وجاء الهدف الملغي جاءت الفرصة وجاء الهدف الملغي ما في مشاكل ما في مشاكل اللقطة الماضية درس واضح لنادي الهلال بمجرد أن هدوا وبدأوا في نقل الكرة